من قرية الناصرة في مدينة الناصرة أمام قبر اللي يعتبر نسخة أو نموذج عن القبور في القرن الأول من أيام المسيح. هذه القرية على فكرة هي خدمة مسيحية بزورها سياح من كل أنحاء العالم لكي يأتوا ويختبروا حياة المسيح من القرن الأول، كيف عاش، كيف كانت عادات الناس، وكل الأمور اللي بتهتم أو بيتكلم عنها الكتاب المقدس كالقبر أو معصرة زيت أو برج أو مجمع اليهود أو كيف كانت البيوت، وهكذا في أشخاص اللي بيعملوا حتى كمان يوصلوا رسالة المسيح لكل مشاهد. وأنا بدعو مشاهدين هذه الحلقة أن نصلي من أجل طاقم قرية الناصرة وفريق قرية الناصرة حتى يستمروا في هذه الخدمة والرب يسدد كل احتياجاتهم.